الصحبة من أغلى الحوايج في الدنيا. ونهار غليظ هذا مني عاود تشوفنا. كنتشاركوا مع صحابنا كل شيء، اللحظات الزوينة واللحظات الخايبة، وخصوصا الأسرار ديالنا. خمسة الصحاب تجمعوا باش يحتفلوا بالتخرج ديالهم. تيري ما عمري تخيلت ناخذ ليلة غادي تبدل فيها كل شيء. شنو غادي يوقع؟ شنو هو هاد السر؟ هلو؟ حتى لين غادي يوصلوا باش السر ديالهم ما يكتشفوا حتى واحد؟ بصرا خاصنا شي ديتكتيف بريفي. شي الا كان شي واحد فيكم شافر شي حاجه راه غادي نعرفوا. انا الافلام ديالكم طلعوا لي في راسي. كونوا واجدين، حتى حاجه ما غادي تبقى كيف كانت. شكون كلشي بغى يتفق وتخليوني انا واحد؟